بسم الله الرحمن الرحيم. الآن لما بدنا ناخذ نسخة احتياطية من الواتساب الذهبي، نفوت على الواتساب، تمام؟ شايف الثلاث نقاط هذه، بنضغط عليها، بنروح على الإعدادات، في هنا بنحط على نفوت على الدردشة، ينزل تحت نقول اللي هو نسخة احتياطية للدردشة، تمام. الآن النسخة الاحتياطية هذه اتاخذت وموجودة في ملفات مدير الملفات، مدير الملفات هذا هو واتساب ايش بلس، تمام. هذا هي داتابيس، هذا هي ايش، هذا هي الباك اب تبعته او النسخة الاحتياطية. ان شاء الله بتكون واضحة، واذا في اي استفسار انا جاهز ان شاء الله.